بكم. يسر وكالة شؤون الطلاب بالإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية بينبع أن تتشرف بكم في هذا الملتقى. خير ما نبدأ به كلمة من الدكتور فهد الحجالي، وكيل شؤون الطلاب كلية ينبع الصناعية. تفضل يا دكتور فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يطيب لي أن أرحب نيابة عن الهيئة الملكية بينبع وعن سعادة مدير العام الإدارة العامة للتعليم بكل من الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة العنود الخيرية، وسعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية. نظرا لأهمية الأمن الفكري لدى القائمين على التعليم في الهيئة الملكية دعت الحاجة لإقامة ملتقى الأمن الفكري الأول عن بعد ليستهدف طلبة قطاع كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع وكافة أفراد المجتمع بوطننا الغالي، وذلك باستضافة الشخصيات المهتمة بهذا الجانب من الناحية الأخلاقية والاجتماعية والنفسية. وبهذه المناسبة يسعدني أن أرحب بالجميع في هذا الملتقى الذي نأمل أن يحقق بإذن الله الأهداف المرجوة منه، متمنين للجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة الدكتور فهد الحجالي على الكلمة الترحيبية. والآن نبدأ الجلسة مع الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية، لتطرق للأمن الفكري من ناحية من الجانب النفسي. فليتفضل الدكتور محمد العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أشكر الله تعالى على توفيقه وفضله ونعمه وآلائه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن تستقصى، فله الحمد والشكر والثناء الحسن. ثم أشكر ولاة أمرنا وفقهم الله ورعاهم وحفظهم وسددهم وأيدهم على رعايتهم مصالح العباد والبلاد وحرصهم على إقامة دين الله عز وجل وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى ونشر العقيدة السلفية الصحيحة التي قامت عليها هذه البلاد المملكة العربية السعودية. ثم أشكر القائمين على الهيئة الملكية في ينبع، في الجبيل وينبع، وخاصة فرع ينبع على اهتمامهم وحرصهم على إقامة هذا الملتقى بالغ الأهمية. وأشكر زملائي وزميلاتي أعضاء هيئة التدريس وأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات على حضورهم مثل هذه الملتقيات المهمة. الأمن الفكري وعلاقته بالجانب النفسي علاقة وثيقة، لأن الفكر إذا سلم وسلمت قبله العقيدة في نفس صاحبها وسلمت صحة نفسه وأمنه النفسي استقر وآمن واطمأن واعتدل سيره وتعامله مع الناس، والعكس صحيح. ما اختلت العقيدة اختل الفكر والمنهج واختلت النفس، وأدت إلى ظهور سلوكات شديدة الخطأ، عظيمة النتائج، سيئة العواقب. ولهذا كان التطرق إلى أمن الفكري من الجانب النفسي في غاية الأهمية. وقبل أن ندخل في
صميم هذا الموضوع لا بد من التعريج على تعريف الأمن الفكري في اللغة والاصطلاح. أما تعريف الأمن الفكري في اللغة فهو مشتق من الأمن، يعني أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. ويطلق الأمن على عدم توقع مكروه في الزمن القادم، وهو حقيقة أمن. هذه الكلمة بمفردها الهمزة والميم والنون تشمل جميع أنواع الأمن في اللغة، سواء كان أمن عقدي، أمن فكري، أمن نفسي، أمن يعني وظيفي، أمن غذائي. الأمن في جملته يدخل كله تحت هذا المعنى اللغوي لمفردة الأمن. أما الأمن في الفكري في الاصطلاح فهو الأمن الاعتقادي، وهذه نقطة مهمة جدا أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، أي السلامة من الخلل في العقيدة، لأن أي خلل في العقيدة يؤدي إلى خلل في الفكر، الخلل في الفكر يؤدي إلى مجموعة أخطاء في السلوك، في المشاعر والسلوك. وبالتالي الأمن الفكري المقصود به هو الأمن العقدي، أي سلامة عقيدة المرء وفكره ومنهجه الدعوي، ومنهجه الدعوي ومنهجه التعاملي ومنهجه الاستدلالي بهذا المعنى الشامل، واطمئنان الفرد والجماعة على عقيدتهم. وهذا أمر أساس، لا نستطيع أن نقيم فكرا سليما إن لم يكن ثم عقيدة سليمة صحيحة سلفية نابعة من الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة والتابعين وأتباعهم. واطمئنان الفرد والجماعة على عقيدتهم ومنهجهم وقيمهم بما يضمن الوسطية والاعتدال في جميع جوانب الحياة. هذا هو معنى الأمن الفكري في الاصطلاح. أهمية الأمن الفكري، الأمن الفكري مهم في 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 يعني في جوانب كثيرة في الحقيقة، يعني له آثار إيجابية وكريمة وعظيمة على الفرد، كاستقامة عقيدته، استقامة عبوديته، تحقيق العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له، حسن تعامله مع نفسه، حسن تعامله مع خالقه قبل ذلك في عقيدته وعبادته، حسن تعامله مع والديه وأفراد أسرته، حسن تعامله مع مجتمعه، يعني سلامته من الاضطراب، استقامته في خلقه، وثم ثمار كثيرة قد جمعتها في مؤلف تزيد عن 25 ثمرة من ثمرات الأمن الفكري، لا يتسع الوقت إلا ذكرها جميعها. لكن من أهم ثمار الأمن الفكري على الفرد ما ذكرته من سلامة معتقده وعبادته وأخلاقه وسلوكه وتعاملاته وأفكاره ومشاعره، من بعده عن الاضطرابات وسلامته من التناقضات، تعامله الحسن مع الناس، وغيرها من الثمار والأثار العظيمة. هذا على الجانب الفرد. هناك أيضا جوانب مهمة جدا في تحقيق الأمن الفكري على المجتمع، لأن المجتمع عبارة عن قبل المجتمع حقيقة الأسرة. الأسرة إذا كانت أفراد الأسرة قائمة على عقيدة صحيحة ومنهج مستقيم وعبادة صحيحة وأخلاق قويمة وفكر آمن ومعتقد آمن ونفس آمنة وصحة نفسية سليمة، هذا يجعل الأسرة في ألفة، في محبة، في مودة، في رحمة، في تعاون، في تآلف، في تعاضد، في معاني كبيرة جدا لا يمكن أن تتحقق في حال وجود خلل في الأمن الفكري أو اضطراب أو بعد من أحد أفرادها، إما غلوا أو جفاء. لأننا نحن معاشر المسلمين نحن وسط في كل أمورنا، في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك، نحن وسط، لا غلو وهو الزيادة عن الحد، ولا جفاء وهو
النقص عن المطلوب او الشرع او مخالفه الله عز اوامر الله عز وجل. ومثل ما قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته العظيمه التي تكتب بماء العيون، يعني لا مجال عندنا يعني للانحراف او اهل الانحلال، ليس هناك وسطيه في هذين الطرفين، انما الوسطيه والاعتدال أن نكون وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين وأتباعهم. الأسرة هي لبنة من لبنات المجتمع، إنما الأسرة لبنة من لبنات المجتمع، والأعداء أرادوا هدم الأسرة من قديم الزمن، وتفتيتها وتفكيكها وتمزيقها وتفريقها. ومن أعظم وسائل التي يستخدمها الأعداء في تفتيت الأسرة هما الطرفان المتطرفان، الذي هو إما غلو وانحراف فكري وغلو وتطرف، أو انحلال ووقوع في وحل الشهوات ومخالفة أمر رب الأرض والسماوات. بهذين الطرفين تضيع الأسرة، وبالتالي يضيع المجتمع بأكمله، لأن المجتمع إنما هو مجموعة أسر، أسرتي وأسرتك وأسرة الآخر وأسرة الثالث وجاري وجارك، وهكذا تكون الحي، والحي تكونت المدينة، ومن المدينة تكونت المحافظة، ومن المحافظات تكونت المنطقة، ومن المناطق تكونت هذه البلاد العظيمة المملكة العربية السعودية. وبالتالي أيضا أثار الأمن الفكري على المجتمع من حيث المودة والتراحم والتعاون يعني معاونة الضعيف ونصرة المظلوم وردع الظالم والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كلها تكون سلوكات كريمة في وسط معتدل لا جفاء ولا غلو، لا انحلال ولا انحراف. أيضا ثمة أثار كبيرة جدا على الوطن، لأن عندما تكلمنا عن هذا الوطن العزيز الغالي العظيم، وعن تكون هذه الوطن من هذه من المجتمع وهذه الأسر، يكون الوطن قويا، يكون الوطن طموحا، يكون الوطن يعني عزيزا شامخا متميزا، يكون وطن رخاء، وطن عطاء، وطن إنجاز، وطن امتياز، وطن يعني يضاهي أوطان الأرض كلها ويفوقهم، وبلا مبالغة نعم يفوقهم، لأنه إذا وجدت الاضطرابات الفكرية والاضطرابات النفسية تخلخل المجتمع واضطرب، وأصبح غير قادر على أن يبني وطناً، ولا أن يحافظ على بناء وطن أو مقدراته أو ثرواته، أو أن يعني ينشئ وطن طموحا متميزا بين الأوطان. بالتالي هي سلسلة ترتبط بالفرد، ثم الأسرة، ثم المجتمع، ثم الوطن. أما الأمن النفسي، فالأمن النفسي في اللغة هو حالة يشعر فيها الفرد بالسلامة والأمن وعدم الخوف، لكن معناه في الاصطلاح هو حالة يشعر فيها المرء بالأمن، ويكون فيها إشباع الحاجات وإرضائها مكفولان، أي أن حاجاته وإشباعها وإرضائها مكفولان بما قررته هذه الشريعة العظيمة وما جاء فيها من حفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. هذه الشريعة جاءت بحفظ هذه الضرورات الخمس، كل الشرائع جاءت بهذا، وختمت هذه الشريعة الغراء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام الذي نسخ سائر الأديان، حفظت هذه الضرورات الخمس وحمتها من أي اعتداء، من أي إخلال. بالتالي هو اتجاه مركب من تملك النفس بالثقة بالله سبحانه وتعالى، ثم بذاتها، والتيقن من أن المرء ينتمي إلى جماعة لها عقيدة صحيحة ولها
عبادة مشروعة ولها قيم وأخلاق كريمة. مكونات الأمن الفكري، الأمن الفكري له مكونان حقيقة: الحسي وهو الأمن في الأنفس والأموال والأعراض، الأمن المعنى المادي المحسوس، هذا أهم مكون من مكونات الأمن الفكري. والمكون الآخر هو الفكري، لدينا مكون حسي ولدينا مكون فكري. لا يمكن للأمن أن يتحقق إلا بوجود هذين المكونين: الأمن المكون الحسي والمكون الفكري. المكون الحسي ذكرناه، وهو المكون المادي، وهو الأمن في النفس والأعراض والأموال وغيرها والممتلكات. الفكري هو الأمن في المعتقد، لا بد أن تكون العقيدة صحيحة. متى ما زل صاحب المعتقد فاعتقد عقيدة لم يشرعها الله عز وجل في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة والتابعين وأتباعهم وهم سلف الأمة، إذن بدأ الانحلال يطرأ على المرء، لأن العقيدة الفاسدة لا تولد إلا فكرا فاسدا قائما على تصورات خاطئة، معتقدات باطلة، عبادات بدعية، أفكار متطرفة، إما انحلالية وإما تطرفية وفيها جفاء وغلو. إذن هو الأمن في المعتقد وصحته والمنهج الدعوي وسلامته من الانحراف عن الوسطية والاعتدال. هذا أهم مكونين للأمن الفكري. ولا يكتمل كما ذكرت في أول حديثي بأنه لا يكتمل الأمن إلا بوجود هذين المكونين، فالحسي وحده لا يكفي والفكري أيضا وحده لا يكفي، لا بد من هذان المكونان. ننتقل الآن إلى أهمية الأمن النفسي، وهو مهم جدا وله ارتباط كما ذكرت في أول مقدمتي بأن ارتباطه شديد بالأمن. الأمن النفسي تحقيقه يعني من أهم الحاجات النفسية التي يجب أن تشبع لتحقيق التوازن في حياة الفرد، من أهم الحاجات النفسية التي يجب أن تشبع لتحقيق التوازن في حياة الفرد. إذا لا بد من إشباع هذه الحاجات. الأمر الآخر وهو من أهمية الأمن النفسي أنه يحقق بناء الوعي الذاتي لدى الناشئة، لدى الشباب، لدى الفتيات، يحقق بناء الوعي الذاتي لديهم ليكونوا قادرين على تمييز الأفكار وتقويمها. يعني من أهم الأمور تحقيق الأمن النفسي، لأنه بتحقيق الأمن النفسي أقول يتحقق بناء الوعي الذاتي لدى الناشئ ليكونوا قادرين على تمييز الأفكار وتقويمها. وهذه صفة في غاية الأهمية، لأنه متى يخترق الشاب والفتاة ويجذبان إلى الانحراف الفكري بكلا طرفيه، متى يحصل هذا؟ يحصل في حالة عدم وجود قدرة لدى الشاب في تمييز الأفكار وتقويمها، ويكون إما يجره هذا إلى تطرفه، أو تجره تلك إلى انحرافها وإلى انحلالها. بالتالي لا يمكن أن يتحقق الأمن بمعناه إلا بعد أن يكون الإنسان لديه أمن فكري كافي لكي يكون الشاب على وعي ذاتي مكتمل، ويكون قادر وتكون الفتاة قادرة على تمييز الأفكار وتقويمها. ليست كل فكرة مقبولة، أو ليست كل فكرة يقبلها الهوى تكون مقبولة، أو توافق ميل نفسي تكون مقبولة، بل تميز هذا عن ذاك، وتميز الغث عن السميل والسم عن الدسم بعرضها على موازين الشريعة وأدلتها.
وبالتالي هنا يكون الشخص بصفائه النفسي وأمنه النفسي قادر على كما ذكرت على تمييز الغث من السمين والحق من الباطل. أيضا من أهمية الأمن النفسي تحقيق التوازن بين الغلو والجفاء وبين الروح والجسد. في شريعتنا جاءت مكتملة تحقق التوازن بين الروح والجسد وبين الدين والدنيا، ليست كما هي في الشرائع الأخرى. فيه هناك بعض الشرائع مالت إلى التطرف، وبعض الشرائع مالت إلى الغلو وإلى الانحلال، وبعض الأنظمة ذهبت إلى الرهبنة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وبالتالي هذه الرهبنة تؤدي إلى خلل في الفكر، خلل في النفس، وتحريم الطيبات التي أحلها الله عز وجل، وهكذا تحصل بقية الاضطرابات. بينما شريعتنا الغراء جاءت لتحقيق هذا التوازن، فلا يوجد لدينا هناك جهة تطغى على أخرى، بل لجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، وهكذا توزن الأمور وتضبط من غير أن يكون في هناك جنوح أو طغيان على جانب دون جانب. أيضا من أهمية الأمن النفسي أنه عنصر مهم من عناصر تكوين الشخصية، وعاملا أساسا في البناء النفسي للإنسان. هي ليست هي من الكمالات أو الفضائل، بل هي كما ذكرت عنصر مهم من عناصر بناء الشخصية واكتمالها واتزانها وسلامتها. والعكس صحيح، كلما كانت الشخصية متزنة وممتلئة بالجانب النفسي والعقدي كلما استقامت وتوازنت الأمور وأصبحت الشخصية مكونة تكوينا صحيحا ومبنية بناء سليما. الأبعاد الأساسية للأمن النفسي الشعور بالتقبل والحب وعلاقة المودة والرحمة، من أهم أبعاد الأمن النفسي. ولهذا جاءت الشريعة بإشباع هذا الجانب، أيما إشباع، سواء كان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم منذ استقبال المولود، بل منذ البشارة به وهو محل يعني تقدير وحفاوة، ويعق عن الغلام شتان وعن الفتاة شاه، ويبشر بالمولود ويحسن اسمه، بل اهتمت الشريعة به وهو جنين في إسقاط الصيام عن أمه حتى لا يتضرر، وأمرها بالاهتمام بنفسها وسلامة نفسيتها. بل الشريعة اهتمت به قبل هذا وذاك بكثير، من حيث اختيار الزوجة الصالحة وحسن العشرة والمودة والرحمة، ومن آياتها خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا الجو من المحبة والتقبل والرحمة إذا جاء فيه المولود وتعاملنا معه وفق السنة، من حيث احترامه وتقبيله وملاعبته وحسن تربيته وغيرها من الآداب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، شعر هذا الإنسان بهذا البعد بكامل احتياجاته، فهو شخص متقبل محبوب. والعلاقات القائمة بينه وبين الأطراف المحيطة به من أسرة أو أفراد أو جيران أو مجتمع، كلهم يحيطون به برحمة وتعاون وعلاقة مبنية على الحب والقبول والتودد. لهذا عندما رأى أحد الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحد أولاده وأحفاده، قال له أتقبلون أبناءكم؟ قال
إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه وقال: ماذا أفعل إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ فإذا لا بد أن نهتم بهذه الجوانب وهذه الأبعاد، اللي هو الشعور بالتقبل والحب وعلاقات المودة والرحمة مع الآخرين. أيضا من الأبعاد الأساسية، لأن طبعا هناك أبعاد كثيرة حقيقة، الأمن الفكري، عفوا الأمن النفسي، لكني أنا تطرقت إلى بعدين أساسيين فقط لكي يتسع الوقت، لأن الوقت حقيقة أضيق من أن نذكر كل الأبعاد. الشعور بالانتماء إلى جماعة، ولهذا احنا عرفنا في تاريخنا بأهل السنة والجماعة، لأن الفرد منا يشعر أنه ينتمي إلى جماعة، جماعة الأسرة، جماعة المسجد، جماعة الحي، جماعة المجتمع، يشعر بمكانته فيها. أيضا من المهم أن يشعر بأن له مكانة في هذا المجتمع، وأيضا يشعر بأنه فرد من مجموعة، ما هو ليس هو فرد متروك أو مبعد أو غير مرحب به، كما ينشأ بعض الأفراد في مجتمعات المادية الصرفة التي طغت فيها المادية على الـ على الـ على الـ على الـ على الإيمان وعلى العلاقة الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا. وأيضا قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا، وقال: مثل المؤمنين في تودهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، وغيرها من الأحاديث والآيات التي تبين أننا ننتمي إلى جماعة المسلمين الموجودة بفضل رب العالمين في بلدان الإسلام، ولهم إمام، ولهم في أعناقه وله في أعناقهم بيعة، وله سمع وطاعة في المعروف. هذا الشعور يحقق التوازن النفسي لدى الفرد، فيشعر بالألفة التي ملئ بها داخل أسرته، وينتقل هذا الشعور إلى الولاء لهذا المجتمع الصغير، وهو مجتمع الأسرة ومجتمع العائلة ومجتمع الحي ومجتمع وهكذا، ثم الجماعة الأم التي هي الدولة بشكل عام. هذه من أهم أبعاد الأمن النفسي. إذا لدينا بعدين أساس، ثلاثة أبعاد عفوا، تكلمنا عن بعدين له الشعور بالتقبل والحب، وهذا مهم جدا. نحن كآباء، نحن كمعلمين، نحن كمعلمات، نحن كجيل واعد وصاعد، نحن كطلاب في هذه الكلية العريقة، يجب أن يعني نهتم بهذه الأبعاد لأهميتها البالغة في تعاملنا مع الآخرين، لا نظلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ المسلم أخو المسلم، لا يحقره. وأيضا في سورة الأحقاف كذا نداء جاء في حفظ العلاقات بين المسلمين: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألغاب، ولا يغتب بعضكم بعضا. كل هذا باب المحافظة إلى وجود إشباع التقبل والحب والتقدير والاحترام لكافة الأفراد. أيضا البعد الثالث هو الأخير الشعور بالسلامة والسلام. طبعا نحن أهل الإسلام، نحن أهل الإسلام، ونحن أهل السلام، ونحن يعني حتى نحن نسلم على من نمر عليه، ولنا أحكام وأداب، نحن أهل السلم لمن لم يعتدي ولم يظلم. حتى إذا جئنا نغزو الكفار المعادين نقول لهم يعني أسلموا وتسلموا، قالوا لا نريد الإسلام، نقول لا إكراه في الدين، لكن ادفعوا الجزية التي ندافع مقابلها عنكم، ونحفظ دماءكم وأعراضكم وأموالكم، وتبقون على عهدكم، لا نجزيكم نحن في الدخول في الإسلام. إنما الحرب في حال ما إذا قالوا لن نسلم ولن ندفع الجزية ولن نسمح لكم بأن تقيموا دين الله وشرعه وتنشروا دين الله عز وجل، هنا
يشرع الجهاد ونحن غير يعني مفضلين له في أصله، إنما هو من باب الوسيلة للغاية. ننتقل الآن إلى عوامل المؤثرة في فقد الأمن النفسي والفكري، بل بعضهم يعني إما أن تعدمه إعداما كليا وتخفيه، وإما أن تضعفه. العامل الأول عندنا هو الأساليب الوالدية، وقد أشرت إلى بعضها: الغلظة، الجفاء، عدم التقبل للولد أو البنت، عدم المحبة، عدم احترام، عدم التقدير. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء له بإناء من لبن وكان في مجلس وكان على يساره أبو بكر وعمر الأشياخ، أشياخ الصحابة، وكان على يمينه غلام صغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام حتى يعلمنا كيف نحترم النشء وكيف نقدره، قال له: أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ، يعني أعطيه الصحابة بكر وعمر لأنهم على يساره، والنبي صلى الله عليه وسلم في هديه أن يعطي الإناء إذا أعطيه هو أن يشرب منه ثم يعطيه على يمينه، فالذي على يمينه غلام، فقال: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده، يعني قدم الغلام على الأشياخ، على بكر وعمر. إذن لا بد أن نجعل أساليبنا الوالدية وفق السنة النبوية من الرحمة والحب والاحترام والتقدير واللين والرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ما أعطي أهل بيت أحب من الرفق، إلى غيرها من الآيات والحديث التي تدل على لا بد أن تكون أساليب الوالدية أساليب نبوية سلفية صحيحة في التعامل مع الأولاد. أما الأساليب الخاطئة التي فيها غلظة وعنف وقسوة، فإنها حتما ستؤدي إلى نتائج وخيمة من اختلال الأمن النفسي، وبالتالي اختلال الأمن الفكري. أيضا الوسط الثقافي للأسرة، للمجتمع، إذا كان هذا الوسط مليء بالعلم الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة، المبني على فهم الصحابة والتابعين وأتباعهم، استقام المجتمع واستقام الفرد، وأمنت نفسه وأمن فكره وعقله، وأمن قبل ذلك عقيدته ومنهجه، وبالتالي كل الأمور تكون سليمة ومستقيمة متصلة السلامة. والعكس صحيح، إذا كان الوسط مليء بالجهل والبدع والتصوف والانحراف والانحلال وغيرها، فإنها ستنتج إما حالا وإما مآلا، جزما ستنتج أفكار خاطئة، معتقدات باطلة، عبادات غير فاسدة، وبالتالي أفكار منحرفة تميل إلى التطرف والغلو، أو تميل إلى الجفاء والانحلال. أيضا استقرار الاجتماعي، استقرار الأسرة، استقرار المجتمع، استقرار الوطن، الوحدة يعني والتعاون والانتماء إلى جماعة واحدة، وهي جماعة الوطن، جماعة التي يحكمها ولي أمر واحد، وله في أعناقنا بيعة وسمع وطاعة. لا نفرق المجتمع ونمزقه إلى جماعات وأحساب، هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا بنائي وهذا سروري وهذا على الطريقة النقشبندية وهذا على السهروردية وهذا على غيرها، فتتمزق المجتمع، وبالتالي لا يوجد استقرار، بل عداءات ونزاعات. يجب أن نكون لحمة واحدة مع ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم لكي يكون المجتمع مستقرا. أيضا من أهم الأسباب التي تؤثر في فقده أو في تعزيز الأمن هو الفقد، انخفاض الوازع الديني طبعا يؤدي إلى فقد الأمن النفسي والفكري، أو انعدامه بالكلية، انخفاض الوازع الديني، مراقبة الله عز وجل وخشيته سبحانه وتعالى، والصح والعكس صحيح. مسؤوليتنا في تحقيق الأمن النفسي والفكري، علينا مسؤوليات كلنا سواء كأفراد، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الموضوع بجلاء فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وأنت أيضا مسؤول عن نفسك، أنت لست هملا، بل أنت مسؤول عن تصرفاتك، عن معتقدك، عن فكرك، عن منهجك، عن انتمائك، عن عاطفتك، عن نفسك، عن كلها أنت مسؤول. فإذا مسؤوليتنا في تحقيق الأمن النفسي أوجزها في النقاط التالية: إشباع الحاجات النفسية لدى أنفسنا
بما جاءت الشريعة به، ولدى من تحت أيدينا إن كنا مسؤولين من معلمين معلمات أساتذة جامعات آباء أمهات إخوة أخوات، كلنا مسؤول عن من تحت أيدينا. لا بد أن نشبع الحاجات النفسية كالحب والتقدير والأمن والثقة وغيرها من الأمور المهمة في الحاجات النفسية. أيضا التعليم بفهم السلف العظيم، لا بد أن نعلم جيلنا ومسؤولية تعليم أبنائنا وبناتنا عقيدة السلف وعبادة السلف ومنهج السلف في الدعوة الله عز وجل. هذه مسئلتنا نحن، لا بد أن نقوم بها، وإذا خللنا فيها أدى هذا الإخلال إلى خلل عقدي وخلل فكري فخلل أمني ففساد بين انحلال أو غلو. أيضا تربية على الثقة وطلب الدليل، أن تربيه على أن يكون واثقا بالله سبحانه وتعالى ثم بنفسه، ليس إمعه، ليس تبع، ليس يعني لا يعلم شيء فقط يسمعهم يقولون فيقول، لا، بل واثق بما لديه من علم، وأيضا في نفس الوقت هو يطلب الدليل من أي قال ما دليلك؟ قال دليلي قال الله. قال بفهم من؟ قال بفهم أبو بكر وعمر الصحابة التابعين أتباعهم. إذا نقبل، أما أن يأتيني كل من هب ودب ويأتي بأدلة من كيسه ومن تأسيسه ويجرني إلى فكره بالانتماء إلى جماعة أو التعاطف مع حزب، كل هذا يضر أيما ضرر في الأمن النفسي والفكري. الخطوة الرابعة، التحصين الكافي من كل غلو وجفاء. لا بد أن نحصن أبنائنا وبناتنا ولا نجعل لهم الفضاء مفتوح يتلقون الفتاوى من هنا وهناك عبر تويتر والإنستغرام والتلجرام والسناب شات أو واتساب أو يوتيوب أو فيسبوك إلى غيرها من الوسائل التي بين فينة أخرى تطلع وسيلة جديدة، بل لا بد علينا أن نحصنهم التحصين الكافي، العلم، إن هذا العلم دين كما يقول سفيان الثوري وغيره من السلف، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. إذن لا بد أن ننبه أبنائنا وبناتنا إلى أخذ الدين من أهله الموثوقين. استغلال الجماعات الإرهابية للإشباع النفسي. الجماعات الإرهابية حقيقة، ونختم بهاتين الشريحتين، الجماعات الإرهابية جماعات تعلمت حقيقة من الماسونية، وتعلمت من الفرق الحزبية الدفينة، وتعلمت من وسائلهم، فبدأوا يستقرون ماذا يحتاج فلان من احتياجات نفسية لكي نشبعها لديه فيميل إلينا ويحبنا ثم يطيعنا ثم نجعله فردا من أفراد الجماعة إلى أن يبايعنا ثم يسمع ويطيع بما نريد ويترك بيعة الإمام الشرعي. ترى هذه السلسلة التي ذكرتها مهمة جدا في اختراقات الجماعات الإرهابية لشبابنا وفتياتنا، فينظرون ماذا يحتاج في نقصه النفسي، إشباع الحاجة إلى الأمان. إذا كان عنده خوف من أهله أو خوف وظيفي أو خوف أي نوع من أنواع الخوف، هم يؤمنونه بما لديهم من إمكانات لكي يستميلون إليه، لأن أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان الإنسان إحسانه، يعني أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أيضا إشباع الحاجات الاجتماعية، بعض الناشئة لدينا يفقد روح الأسرة والمحبة والتآلف، هم يجدون له الصداقة والمجموعة ويكونونها له هذا في الجوالة أو في المكتبات أو هنا أو هناك ويشبعون هذه الحاجة. الإنسان مدني بطبعه، يحتاج إلى أن يشعر بأنه شخص مقبول ومحبوب وفي جماعة. هم يحققون له هذا، لكن يحققونه لخدمة حزبهم، ثم يستملونه إلى ما يريدون من أفكار، إلى أن يصل كما ذكرت إلى المبايعة وخلع بيعة الإمام والسمع والطاعة للحزب والجماعة الإرهابية. إشباع الحاجات إلى التقدير. إحنا للأسف لدى بعضنا لا يقدر ابنه أو بنته، أو لا يقدر طالبه أو طالبته التقدير الكافي، ويجب علينا أن نحترم الناشئة ونقدرهم التقدير اللائق بهم ونعطيهم حقهم من الاحترام، لأنهم حقيقة أشخاص مهمين جدا وعظماء وكرماء، ولا بد أن نشبع لديهم هذه الحاجة
المهمة جدا، لأن هذا حق مشروع، لا منة لنا فيه ولا فضل، هذا حق مشروع لكل إنسان وكل شخص أن نحترمه ونقدره ولا نهينه ولا نعتدي على هذا الحق الأصيل. أيضا إشباعات الحق، الحاجات إلى تحقيق الذات، هم يسعون ماذا يريد هذا؟ يريد أن يصبح خطيب، أعطوه خطيب، أعطوه منبر، يريد أن يصبح مشهور، أشبع لديه هذه الحاجة، يشبه يريد أن يأخذ منصب معين يعينونه في بعض المناصب كما ذكروا هذا في كتبهم، وبالتالي هم يحققون هذه الإشباعات النفسية ومن خلالها يجذبونه أو يحرفونه إلى الفكر المنحرف والعياذ بالله. أيضا التربية العاطفية، يجعلونه عاطفيا صرفا، وكما قال الشيخ العثيمين العواطف عواصف، وبالتالي هم إذا تسلطوا على عاطفته وربوه تربية عاطفية بدأوا يحركونه بالعواطف، انظر ماذا يفعلون في إخواننا، انظر ماذا يفعلون، لماذا هؤلاء ساكتون، نحن إلى متى ساكتين، وهكذا إلى أن يحركوا هذه العواطف ويزجوه إلى حيث أرادوا. أيضا يعتمدون على التربية القيادية، يصنعون منهم قادة، وأنت أمير وأنت رئيس وأنت قائد هذه المجموعة وأنت، وهكذا يشبعون هذا الجانب ويؤملونه ويجعلونه يحلم أحلام النوم واليقظة في أن يكون قائدا، وبالتالي يشبعون هذه الحاجة إلى القيادة في تكوين الحزب والجماعة الإرهابية وأخذ البيعة والسمع والطاعة وهكذا. التربية على الشهرة أيضا ذكرناها قبل قليل، التربية على العزلة الشعورية، يعزلون الولد عن المجتمع عزلة شعورية، وقد نص على هذا الأخوان المسلمين في كتبهم، وقالوا بهذا أنه يعزلونه عن المجتمع عزلة شعورية إلى أن يتمكنوا ثم يحققون الانفصال الكلي من المجتمع. العزلة الشعورية أن يعيش بين أهله لكن ذهنه وفكره وعقله ومنهجه ليس مع أهله وليس مع أسرته، إنما يعيش في عالم آخر مع الكتب الإرهابية ومع الأشخاص الإرهابيين، وهكذا إلى أن يتحققوا ويحققوا من بناتنا وأبنائنا ما يريدون. هذا الذي اتسع به الوقت، أشكركم جزيل الشكر لحسن استماعكم، ويسعدني تلقي أسئلتكم حسب تنسيق المنسقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالص الشكر والتقدير سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيد على حسن العرض، تبارك الله ما شاء الله، استفدنا من حديثك، وليت الوقت أسعفنا ونأخذ أكثر من هذا المنطلق. الآن نبدأ الجلسة الثانية مع سعادة الدكتور يوسف الحزيم الأمين العام لمؤسسة العنود الخيرية، فتفضل يا دكتور، حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الدكتور فهد الحجيلي وكيل شؤون الطلاب بكلية ينبع الصناعية، فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وسعادة الأستاذ محمد الرشيد مدير خدمات الطلاب، وسعادة الأستاذ عبد الخالق المرواني، حياكم الله جميعا اليوم في هذا الملتقى المبارك. وأولا سوف أعرف ولن أزيد كثيرا على ما تفضل به فضيلة الشيخ على مفهوم الأمن الفكري. والأمن كما تعلمون لغة أمنة، أي اطمأن، وهو شعور يشعر به الفرد بالاطمئنان والراحة النفسية كما تفضل فضيلة الشيخ، يصاحبها استقرار المجتمع. أما المفردة الأخرى أو المصطلح الآخر الفكري، وأقصد بها الأفكار التي محلها العقل، أو هي تلك التصورات التي شكلتها القيم والعيش والأخلاق والأسرة والتعليم، وتسمى البناء الفكري أو ما يسمى بالبارادايم. فكل منا يحمل بارادايم أو يحمل منهجا فكري، وهي مجموعة تلك التصورات التي يرى فيها نفسه ويرى فيها العالم من حوله. ولا شك أن الأمن الفكري بهذا هو أن يعيش الناس في بلدانهم وأوطانهم وبين مجتمعاتهم
آمنين مطمئنين على مكون أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية. فلكل مجتمع كما تعلمون هناك هوية، وهذه الهوية يتبنها هي التي تشكل تصورات الإنسان، أو كما يسمى هي النظارة التي يرى بها العالم الآخر. ومن هنا هذه التصورات صنعها الجغرافيا، صنعها التاريخ، وصنعها أيضا نظم التعليم. وبالتالي على الإنسان أن يدافع عن تلك الهوية، على الإنسان أن يحمي تلك الهوية. ولكن نحن دائما في مفترق طرق بين التخندق على هذه الهوية في عالم معاصر يتحرك، وعلى الإنسان أن يتفاعل. وأيضا نحن أيضا على مفترق طرق آخر في كيف نحافظ على هذه الهوية بديمومتها. وبالتالي علينا أن نتنبه لتلك الدعاية السياسية التي توجه، أو ما يسمى بالحرب النفسية التي توجه لتلك الأفكار. وبالتالي الأمن الفكري هو تلك المناعة والوقاية الذاتية أمام تلك الهجمات المقصودة، لأنكم كما تعلمون أن الحرب النفسية والحرب الفكرية أعظم فتكاً من الحرب العسكرية. ولذا ما هي هذه الهوية؟ أذهب بكم إلى نقطة أخرى التي هي من نحن كسعوديين، لما كي نعرف الصديقة والعدو ونعرف أنفسنا ونعرف الآخر. ومن هذه التعريفات الإجرائية والمصطلحات والمفاهيم نستطيع أن ندير ما يسمى بالأمن الفكري. وإن كنت لا أميل كثيرا إلى هذا المصطلح، لأن في ظني، وهذا اجتهاد مني، بأن هذا المصطلح هو مصطلح دفاعي، وأفضل مكانه ما يسمى بالتنمية والنمو والتنمية والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاث: الإنسان اللي هو المجتمع، والاقتصاد، والبيئة، لأنه مفهوما هجوميا يجعل تلك الذات ذات تشعر بالفخر، وقابلة أيضا لتلقي تلك الحملات وامتصاصها بل وفرزها وفهمها أيضا. ولكن لا بد أن نخوض غمار تلك الحياة، لأن تلك الحياة هي في حقيقتها صراع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. فإذا الحقيقة أن الحياة هي قائمة على الصراع، والصراع الأفكار هي في مستواها المتقدم. ولذا على هذا العقل وهذه الهوية أن تكون من المناعة، وتكون أيضا من الاستشراف والتنبؤ والشجاعة والمبادرة والريادة بأن تقتحم هذا العالم، وليس نفسا خائفة، ليس متحصنة منغلقة تتوهم قد أحيانا الخطر في أو تضخم الخطر. وبالتالي يكون الأمن، بدل أن نحقق الأمن نحقق الخوف. لأن ومن هنا أنا أفضل مصطلح التنمية، لأنه مفهوم يعني أكثر شمولية وأكثر تقدمية، وكذلك هو مفهوم واسع وشامل، ولا يشمل الأفكار فحسب بل يشمل كافة مناحي الحياة. الله عز وجل لا شك أن الأمن، الله عز وجل حينما قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ولا شك أنها نعمتان عظيمتان. ونحن في هذا الوطن الكبير نتمتع بهذه السمة، سيما مع هذا الواقع المتلاطم حولنا، ونحمد الله عز وجل ونحمد الله على هذه اللحمة الوطنية وهذه القيادة الكريمة التي استطعنا سوية
أن يكون هناك لدينا عقد اجتماعي منذ أكثر من 300 سنة ونحن تتشكل فينا تلك الروح التي يسميها غوستاف لوبون. وأنا هنا سوف أذهب إلى من نحن كسعوديين. يقول غوستاف لوبون إن حركاتنا المقصودة هي مجموعة أسباب لا شعورية متولدة على الأخص من تأثير الوراثة فينا، وهذا المجموع يشتمل على بقايا الآباء والأجداد التي لا يحصيها العد، ومنها تتألف روح الشعب أو الأمة التي نحن منها. وبالتالي المجتمع السعودي وهذه الهوية السعودية هي تشكلت خلال 300 سنة حينما استعدنا المبادرة وعاد للجزيرة وحجها وتأثيرها ومركزية الفعل الحضاري. أنتم تعلمون أن بني أمية وكذلك بنو العباس خرجوا من هذه الجزيرة العربية، وقبلهم الصحابة خرجوا حاملين مشاعل النور، ولكن ظلت هذه الجزيرة العربية بعد تلك الهجرة إلى دمشق وبغداد في منأى عن الفعل الحضاري ومنأى عن التأثير وقد أقصيت. ولذلك نحن بمشروعنا السعودي منذ أكثر من 300 عام قد استعدنا شرف القيادة والتأثير وشرف الريادة، وعدنا للجزيرة العربية تلك الجزيرة التي لها هويتها الخاصة. وهنا يقع الصراع، أي هوية تقصد؟ هل الإنسان ممكن أن نعم هناك هويات متعددة ولا وغير متعارضة، فقد يكون لدي هوية الجزيرة العربية وهويتي السعودية وكذلك هويتي الإسلامية وهويتي العربية، وأيضا لا ليس ببعيد هوية الإنسانية. وإذا ليس هناك تعارض في تلك الهويات، سيما أن هناك مركزية جوهرية لتلك القيم، وأخص بها الذكر تلك القيم أو تلك البرادايم أو ذلك النموذج الفكري الذي يختص به أبناء الجزيرة العربية، وأكثر خصوصية هذا الوطن السعودي الذي 300 سنة روح أجدادنا لا زالت تسري فينا، وروح الأجداد هي فاعلة وقد اختبرت في على مر الأزمان. قد سقطنا بعد الدولة السعودية الأولى، ثم عدنا من جديد مع الدولة السعودية الثانية، وعدنا أيضا بمشروعنا النهضوي والوحدوي مع الملك عبد العزيز رحمه الله. وبالتالي ما هو المشروع؟ هو مشروعنا الكبير هو لا شك توحيد الله عز وجل في السماء، ثم وحدة الناس على الأرض، أولئك تلك الجغرافيا التي يعني تجمعنا نحن كسعوديين وذاك النظام السياسي والنظام الاجتماعي من عادات وتقاليد وسلوم وشعر ونثر وآلام وكذلك أفراح هي شكلت هذه الروح. والآن نحن ماثلة أمامنا هذه الروح السعودية التي لن نتخلى عنها بإذن الله عز وجل. سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يقول أن لدينا عمق تاريخي مهم جدا موغل بالقدم ويتلاقى مع أكثر من الحضارات ولا شك. ولذا فإن الإنسان السعودي ومن نحن كسعوديين، نحن ورثة تلك الحضارات القديمة، نحن ورثة التوحيد، نحن ورثة أولئك الأجداد الذين صارعوا الحياة من أجل الكرامة، من أجل أن يصمدوا مع ويقاوموا تلك البيئة التي أحيانا في مكان أو آخر هي بيئة طاردة، ولكن ظللنا نحن واقفين. وبالتالي الإنسان السعودي يتشكل فيه هذا العمق التاريخي. ولما أنا أقول هذه الروح؟ لأن هذه الروح علينا أن نتذكر، لأنها هي التي تشكل تلك المناعة، وهذا الاتساع وهذا العمق الكبير هو الذي يشكل روحنا السعودية، وتظل الروح موجودة. وأحيانا
البعض يقول أن تلك أن الإنسان السعودي يختلف من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب إلى الوسط، ولكن هذا الكلام يكون قد يكون في ثقافات فرعية، في ثقافات فرعية، ولكن ثقافتنا الأم الأصلية التي تلك الروح هي تلك روح جوهرية. نحن نعرف بعضا، نحن نعرف بعضا من هذا المزاج الذي يسميه غوستاف لوبون. هناك مزاج، ونحن كسعوديين لنا مزاج ولنا روح خاصة، هي روح دافعة فيها هذه تلك الحضارات الأولى، وهي موطن الإنسان الأول، سواء في حضارة المقر في نجد، أو حضارة الأنباط في العلا، أو حضارة مدين في بالقريب منكم قوم شعيب، أو حضارة الكنعانيون والكلدانيون في الأحساء وشرق الجزيرة العربية، أو حضارة دلمون في أيضا شرق الجزيرة العربية، أو حضارة طسم وجديس باليمامة، أو حضارة كندا بالفاو. إذن هذه الأرض هي أرض الحضارة، هذه الأرض هي أرض النبوة والفاتحين، هي مبعث النور، مكة والمدينة، وهذا النبي الكريم الذي وصحابته الأكرمين أيضا هم أولئك الناس الذين اجترحوا وأعادوا تعريف الحياة للعالم. وبالتالي نحن حملت تلك الفكرة، حملت تلك حملت ذلك الإرث. فالإنسان السعودي من نحن، نحن شكلنا هذا التاريخ السحيق من الحضارات، وشكلنا شكلتنا النبوة والتوحيد، وشكلنا أيضا مشروعنا السعودي منذ أكثر من 300 عام. وبالتالي أوجد هذا الإنسان الفريد، هذا الإنسان الفريد الذي كلما تذكرنا تلك الأبعاد ونقبنا وحفرنا كثيرا في تلك الروح، كلما أصبح هناك أمن فكري، لأن أصعب ما على الإنسان أن يعرف نفسه. الإنسان ذاك الإنسان الذي يفتقد لتعريف نفسه هو أكثر الناس ضياعا واختطافا. وبالتالي علينا نحن أن يعني نحفر عميقا، سواء من نظم التنشئة والتعليم والإعلام، ونظم أيضا التربية، ونظم أيضا التفاعل الاجتماعي. كلما تذكرنا تلك القيم ومن هو الإنسان السعودي، كلما أعطانا مناعة ووقاية. ولا شك أن 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 هذا الدين العظيم، كما قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وما قامت به الدولة السعودية، ويشير إلى المؤرخ الاجتماعي عبد الرحمن بن خلدون في رؤيته التاريخية العامة حينما قال إن العرب لا يحصل لهم ملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم على الجملة. وهذا هو الذي تحقق حين قامت الدولة السعودية على أساس الدين وعلى أساس التنمية والمشروع المشترك وعلى هذا الإرث الحضاري القديم، وكان له الأثر الكبير من حيث الأمن والاستقرار والازدهار. إذن هذه الهوية، لكن هذه الهوية ستظل خاضعة أيضا للتعديل، والتعديل وأكبر محضر للتعديل كما تفضل فضيلة الدكتور محمد العقيل وقد أشار له، الوقاية والأمن يبدأ من الأسرة. فالأسرة، أنا أتكلم عن الإنسان، والإنسان في إطار الأسرة، والمجتمع هو مشكل تلك الأسرة. وبالتالي علينا، الأمن الفكري يبدأ، لا شك أن هذا تلك التصورات وهذا النموذج الفكري الذي نتمتع فيه، ويجب معنا تلك الروح، المحضن الأساسي له الأسرة. والأسرة، وبالتالي نحن علينا أن نتنبه أن كلما ابتعد الإنسان عن الأسرة كلما ضعفت تلك الروح الوطنية، وبضدها أيضا تتميز الأشياء. وبالتالي نحن إن أردنا أن نعضد هذا الوطن ونمكن من أمننا الفكري، علينا أن نمكن الإنسان داخل إطار الأسرة السعودية. وهذا من جانب. إذن هناك مسؤولية أسرية، الوالد والإنسان كما يقولون
يقول هذا سقراط يقول الإنسان طفل كبير، فالحصانة لا تبدأ في الكلية التقنية، ولا تبدأ في مرحلة المراهقة أو في مرحلة متأخرة أو مرحلة الشباب أو النضج، إنما الوقاية حقيقة والأمن يحصل في البواكر الأولى في الطفولة، وبالتالي ذاك الطفل الآمن الذي يشعر بالاستقرار والتوازن العاطفي والصحة النفسية ترى هو المدخل ولذا لا تجد متطرفا أيا كان هذا التطرف، أيا كان هذا التطرف إلا وكان هناك جنوحا في هذه التنشئة المبكرة للإنسان. والقيم الأولى المبكرة، أنا أتكلم عن الطفولة المبكرة، لأنكم كما تعلمون أن الطفولة هي من سن الميلاد إلى 16، وبالتالي تتأكد هذه الطفولة في الطفولة المبكرة من الميلاد إلى سن 7، والوالدان يلعبان دورا كبيرا في هذه التنشئة بالانتماء، التنشئة بالتكافل، بالتراحم، التنشئة نحو الشجاعة، المبادرة، التضحية. وما القيم الاجتماعية أصلا؟ هي تلك القيم التي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، وبالتالي هذه كيف نحمي الوطن، نحيي تلك الشعيرة وتلك القيمة أن هذا الوطن هو وطن، هو بيت الجميع، هو بيت الجميع، وكل شر أتى وكل اختراق أتى بسبب تلك الفردانية أو تلك ذاك التخلي من الأسرة أو من المجتمع أن يقوم بدوره المنشود. طيب إذن ما الذي يعني نحن، هناك مشروع عظيم أنا أعتقد أنه مشروع رؤية المملكة 2030، وهو صمام أو ثقالة الأمان أنا في نظري، لأن المشروع يشحذ كافة جهود الناس، سواء الأسرة أو سواء الموظفين أو سواء الاقتصاديين أو السياسيين أو الاجتماعيين أو كل فعاليات المجتمع، نحن ننخرط في خطة، وهذه الخطة هي خطة التنمية، ولا شك أن خطة التنمية تبدأ كما يعرفون التنمية تبدأ بالنمو، ثم سميت التنمية، ثم بعد ذلك انطلقنا لما يسمى التنمية المستدامة، تلك التنمية المستدامة انخراط المشروع السعودي في رؤية المملكة العربية السعودية أو ما سمى بالGood Governance، تلك الحكم الرشيد الذي تطور. ولله الحمد نحن في المملكة العربية السعودية محظوظون بأن كل ملك يأتي بمشروع، فالملك عبد العزيز جاء بمشروع التوحيد ووحدة المجتمع وأعاد بناء الدولة، وجاء الملك سعود فبنى حول الدولة من مشروع الوحدة إلى تلك المشروع البيروقراطي للحكومة وتأسيس الوزارات، ثم بعد ذلك اللي هو مؤسسة صح التعبير مشروع الملك عبد العزيز، ثم بعد ذلك الملك فيصل جاء بمشروع تطوير قطاع النفط كي يكون قطاعا رائدا أو ما يسمى قطاعا ساحبا للتنمية، وكذلك حقق مفهوم التضامن الإسلامي أمام الهجمات القومية وكذلك الاشتراكية والتي كانت تهدد هذه الجزيرة العربية، لكن ظلت هذه الجزيرة العربية تستطيع الوقوف بل ليس الوقوف فحسب، لدينا أيضا قدرة على الامتصاص والعودة من جديد والهجوم، ذهبت المشاريع وأفلست وفشلت وظل هذا الوطن والمملكة العربية السعودية ظل بمشروعه التنموي ومشروعه السياسي بمشروعه الكبير ظل صامدا وناميا. هذا هو تلك الإعجاز، أن النمو في ظل هذه التحديات. بالتالي أنا دعوتي في موضوع الأمن الفكري، إذن أنتقل من مفهوم الأمن الفكري إلى مفهوم التنمية المستدامة. ما التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث؟ قلت اللي هي ترعى البيئة والاقتصاد والمجتمع وتجسيدها الحقيقي في مشروعها وما يسمى بخارطة الطريق هي رؤية المملكة 2030. ولذلك
أفضل وسيلة للأمن الفكري الانخراط في الرؤية ومشاريعها والبرامج النابعة منها. وبالتالي أنا حقيقة من أراد النجاح فلينخرط في تلك الرؤية، فلينخرط في ذاك المشروع ويؤدي دوره الممكن ودوره المتاح. هذا أفضل وسيلة. عليك أن تتعرف على هذا المشروع عن كثب، أن لا تتعاطى معه على أنه مشروع حكومة أو على أنه مشروع دولة، بل هو تراه مشروع يمس كافة أفراد المجتمع السعودي، وهو أيضا خارطة الطريق لكل أحد يستطيع من زاويته أن يخرط فيه ويحقق الأمل الفكري، يحقق السعادة، الطمأنينة، يحقق أيضا النمو حتى على صعيد الذات، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فإذا مشروعنا للأمن الفكري، مشروعنا هو مشروعنا التنموي لرؤية المملكة العربية السعودية. بقينا مع هذا المشروع، هل نكتفي بالإنجاز؟ لا، هناك مخاطر، ومن تلك المخاطر المحتملة هناك المخاطر السياسية والعسكرية. كما تعلمون وترون أن هناك على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي هناك ولادة لعالم جديد، هناك تزاحم وصراعات. وترون من حولنا، طبعا أنتم ترون ماذا حدث في العراق، ماذا حدث في سوريا، ماذا يحدث في لبنان، ماذا يحدث في ليبيا، ماذا يحدث جنوبا في اليمن. بالتالي هناك مخاطر إقليمية، هناك مخاطر سياسية وعسكرية، وهناك حرب باردة، بل أنا أقول أنها حرب ساخنة على، ولله الحمد نحن بمشروعنا الوطني بلحمتنا الوطنية استطعنا، والشعب السعودي فيه ذكاء سياسي، بالرغم أن البعض يرى أن هذا الشعب منعزل عن السياسة، وهذا غير صحيح البتة. هو لديه هذا الوعي، وعي بمشروع الوطن، ويتحرك مؤيدا ومساهما، وكذلك ينخرط في مشروع الرؤية. وقد أبهرنا العالم خلال الخمس سنوات الماضية كيف نحن. وفي الجانب الآخر علينا أن نتنبه لتلك المخاطر، وهناك مخاطر سياسية، والأعداء لن يكفوا عن تلك الهجمات ومحاربة ذاك المشروع، لأننا بدأنا نتحول من قوة إقليمية إلى باتجاه مشروع عالمي كجزء من ما يسمى بمجموعة العشرين. ومجموعة العشرين استحقاق، وهذا الاستحقاق لن يمر دون صراع، لن يمر دون يعني مواجهة. وبالتالي الجميع سوف يرى أن هذا المشروع هو تهديد، وستزداد السهام باتجاه المملكة العربية السعودية. علينا أن يكون يقظين، وألا لا قدر الله أن لا نكون كما يقولون يعني حطب لمعركة كما كان في الماضي، وأولئك الناس الذين باسم الوطن والدفاع عن الوطن وبمشروع ما يسمى الإصلاح أصبحوا بندقية للإيجار، بندقية للإيجار. بالتالي الوعي والتنبه بهذا الوعي الفكري، بهذا التصورات، الوعي بالأعداء، في الأخير علينا أن نحمي هذه السفينة، لأن هذه السفينة ليست سفينة جزيرة العرب، بل هي سفينة العرب، بل هي سفينة الإسلام. ولا قدر الله أن أي نقب في هذه السفينة سوف يعود بالوبال على الجميع. وبالتالي علينا استدراك هذه المخاطر السياسية والعسكرية، علينا استدراك المخاطر الاقتصادية. كما تعلمون أنتم معدلات التضخم في العالم الآن منتشرة بقوة، ولكن ظللنا نحن من أكثر الشعوب والدول يعني عودة في إجمالي ناتجنا الوطني، واستفاقة من بعد أزمة كورونا، ناهيك عن الحروب الآن التي بين طبعا روسيا وإوكرانيا، وهي الصراع بين معسكر الشرقي والتحولات بين المعسكر الغربي إلى المعسكر الشرقي بقيادة الصين. كل تلك الصراعات تحتاج إلى مجتمع يلتف حول قيادته، وأيضا يساهم، ليس يلتف هذا شعوريا وبإيمانه بهذه الروح السابقة، لا، عليه أن يساهم بالإنتاج
ويشكل تلك القيمة المضافة. ولذلك علينا أن نستثمر في رأس المال البشري. أنا أكن كل التقدير والشكر لكل طالب وطالبة يعني يبذلان ليس من أجل الحصول على الدرجات فحسب، بل بالعكس أنا أعتقد أي نمو وتمكين وأي مكنة واحتراف لطلابنا هم لا شك العضد الأساسي للرأس الاستثمار في رأس المال البشري هو أكبر سلاح ممكن أن نخوض فيه هذا العصر الحديث، وهو أكبر سلاح يستطيع هذا رأس المال البشري الواعي المدخر المنمي الذي يحقق الكسب وأيضا يرشد السلوك كل هذا. فإذا وتنويع مصادر الاقتصاد، كما تعلم هناك مصادر المملكة العربية السعودية تعتمد على البترول، وبالتالي رؤيتنا أن ننوع حتى نخفض مخاطرنا إن لم نشارك في هذا التنوع وبهذه الفرادة، وأن إدارة أذاتنا لابد تشكل قيمة مضافة لهذا المشروع الكبير، سوف نساهم جميعا نحن في تحقيق تلك الرؤية. أيضا هناك المخاطر البيئية، وتعلمون ماذا حدث في كورونا، والعالم ترى مقبل على مخاطر بيئية كثيرة، لكن الشهادة لله حنا حقيقة ضربنا مثلا عظيما كبيرا في أزمة كورونا، يعني بالتنظيم وبالتقنية وبالانضباط بالالتزام، وابتكرنا أدواتنا الخاصة حتى أصبح المشروع السعودي مشروع يدرس لبقية العالم. نحن جديرون بكل أمانة حقيقة أن ننخرط في هذا العالم الجديد، ولا شك أن أحلامنا كبرت ونحن قادرين. وهذه الروح ترى ليست روح للأمن الفكري فحسب، بل هي روح دافعة للحياة ودافعة للعيش ودافعة للنمو ودافعة للفعل ودافعة للعطاء والبذل. فإذا ونستكمل مسيرة أجدادنا. وهناك مخاطر اجتماعية كما تفضل فضيلة الدكتور، مخاطر اجتماعية مثلا من الأمن الفكري يتحقق في ظل بنية أسرية، لكن مثلا أحد المعدلات تقول أن 62% من الشباب من سن 22 إلى سن 32 يعزفون عن الزواج، هذه نسبة مقلقة، بالتالي تؤثر في الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي علينا أن نشجع الزواج حنا، وعلينا أن لأن الأسرة كما تحدثنا وتحدث فضيلة الدكتور أن هذا هو المحضر الذي يحقق هذا الأمن. قد نبتعد قليلا نبحث عن ما الاستقلال ونبحث عن هويتنا الخاصة، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يعيش بعيدا عن الأسرة وبعيدا عن المجتمع. ممكن يغادر في سفر في تعليم، ممكن يستقل، لكن يظل صمام الأمان. قوة المجتمع السعودي، قوة مجتمعنا هي الأسرة، الأخلاق، القيم، النبالة، الشرف. فبالتالي هذه القيم، مثلا معدلات الطلاق ارتفعت إلى أكثر من 45%، هذه مهددات ترى كبيرة جدا. فبالتالي علينا أن نتنبه أن أيضا الرفع من المستوى الاقتصادي للمجتمع والتعاون في المجتمع المدني والعمل الخيري والفقر، أنا أعتقد هذا بيعزز الأسرة. عندنا أكثر من 1,000,000 أسرة في صندوق الضمان الاجتماعي، علينا أن نرفع هؤلاء الناس ونأخذهم، والدولة ما تقصر والحكومة، ولكن أيضا علينا دور. لا يمكن أن نستمر، الأمن لا يتحقق من قبل الدولة بحسب، بل علينا أن نغادر مفهوم الدولة الأم التي ترعى كل شيء، وبالتالي علينا أن نساهم في ماذا؟ في أن نساهم في هذا المشروع كل بحسب، بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع المجتمعي أو ما يسمى بالقطاع الخيري. أخيراً، ينبع وفرص الحياة. أنا زرت الهيئة وأنتم محظوظون حقيقة في الهيئة الملكية حقيقة، وأيضاً وبهذه، وعلى فكرة نحن نعرف أن طلاب الكلية التقنية بينبع من أفضل مخرجات التعليم، ونحن نعرف هذا الأمر، وتعين بعضهم عندنا وكنا نلمس هذه الجودة. هذا أعظم أمن فكري، هذا أعظم إنجاز، أن تجعل الإنسان فاعل في هذه الحياة، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء قال إن الرجل الضعيف الفقير، قال الذي يسأل مال الصدقة، فقال إنك رجل قوي، إنك رجل، خذ فأسا أعطاه درهم كما تعلمون من أجل رعايتي، والرعوية لا مهمة،
وفي المجتمع، لكن يظل أيضا خذ فأسا واحتضن. نحن أكبر ضربة نوجه الفراغ والبطالة والجلوس والخنوع والانزواء والروح الذابلة، بالتالي هذه أكبر مصيبة قد ممكن تخترق. وبالتالي للأسف إن ما أحد تصدر للقضايا الكبرى العسكرية والسفر والقتال إلا تلك النفوس التي كانت تشعر بالحرمان وكانت منزوية، فأرادت أن تكفر عن الماضي فذهبت للتطرف كما تحدث فضيلة الدكتور العجيل. إذن ينبع أنا أعتقد أنها فرصة جميلة للحياة، فيها الجغرافيا، فيها البيئة، فيها جودة الحياة، فيها فن العيش. أنا أعتقد على الإنسان كلما أهل ينبع وساكني ينبع وطلاب ينبع كلما انخرطوا في هذه الحياة من خلال المشاركة الفاعلية في النفع العام، في التطوع، في المجتمع المدني، في الرياضة، في المعرفة، في القراءة، في المهارة، في الدورات التدريبية، في العلاقات الصحية مع الأصدقاء، كلما عززوا ذاك العقل والروح والعاطفة في هذا الجسد، وبالتالي أصبح هناك أمن فكري، أصبح هناك تنمية. إذن أنت تتحمل مسؤولية كبيرة عزيز الطالب في أن عليك أن تصدر تجربة ينبع. حنا الآن جنبكم العلا، مشروع عالمي كبير، جنبكم نيوم. أنا أعتقد أن أمامكم الآن فرص الدنيا الكبرى العالمية ليست على صعيد السعودية، الآن أصبحت جنبكم. فبالتالي الانخراط بالتراث، بالثقافة، وأيضا تعزيز اللغة الإنجليزية، البرامج التقنية، أنا أعتقد أن مع هذه النفس الفرحة، مع هذه النفس المقبلة، أنا أعتقد أنها فرصة ستكون عظيمة للانخراط، وانخراط في الرؤية وفي مشروعات عالمية عن من قرب. ترى ما أنتم بعيدين، أنتم ما أنتم بعيدون. وبالتالي ستتحول شمال غرب المملكة العربية السعودية، سوف يتحول ليس مؤثرا على المملكة، صدقوني بهذه المشاريع العملاقة التي عندكم سوف تتحولون لمؤثرين في العالم. فأعدوا العدة، ليس لأن تحموا أنفسكم فكريا فحسب، بل لا، أنتم لديكم الآن مشروع سوف تصدرونه للعالم، ألا وهو هذه التنمية. أخيرا حقيقة هناك كتب، أرجو من يعني أعزائي الطلاب الوعي، والوعي تعززه بالقراءة، والقراءة من أجمل الكتب التي أثرت فيني، مثلا كتاب عبد الله فلبي الذي كان مستشارا للملك عبد العزيز وكتب عن العربية السعودية، هويتنا، من نحن، ماضينا، تراثنا، أجدادنا، فخرنا. نحن ليس لليوم فحسب، نحن موغلين في التاريخ. في كتاب عندك لمحمد أمين التميمي، لماذا أحببت ابن سعود، في عندك كتاب أيضا ويليام فيسي يتحدث فيه عن المملكة العربية السعودية، في هناك كتاب أيضا لحافظ وهبة. فإذا حتى عليكم أن تنفتحوا على هذه القراءات، وقراءة التاريخ وقراءة إدارة الذات. قراءة التاريخ حتى تعرف أنك وليد، ليس نحن وليد هذا التاريخ، نحن نتاج هذا التاريخ. واثنين، عليك أن تعزز نفسك بالقراءة الذاتية، سيما في كتب إدارة الذات، وأهم الكتب طبعا أنا كتب ديل كارنيجي اللي هو دع القلق وابدأ الحياة، كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، فن الخطابة، كتاب الشيخ رحمة الله عليه محمد الغزالي جدد حياتك، كتاب زيج زيجلر أراك على القمة، كتاب مثلا العادات السبع لأكثر الناس إنتاجية. فنحن الأمل الفكري يبدأ منك والتنمية تبدأ منك. شكرا لكم جميعا. خالص الشكر والتقدير لسعادة الدكتور يوسف الحزيم. الآن عندنا طرح أسئلة، سؤالين موجهة للدكتور محمد وسؤالين موجهة للدكتور يوسف. معنا الدكتور محمد، في سؤال موجه من الحضور. دكتور محمد، هل يمكن أن تزودنا كآباء وأمهات ما هي الخطوات العملية لحماية ابنائنا فكريا؟ أولا حقيقة أحب أشكر السائل أو السائل على هذا السؤال المهم، وقد ذكرت بعض النقاط لكن لا بأس من التعليج عليها سريعا، لأن هذا السؤال في غاية الأهمية، لأن الدور القائم اليوم على الأسرة في حماية وتحصين
الأبناء والبنات من أي انحراف، سواء كان تطرفا أو جفاء، إفراطا أو تفريطا، غلوا أو انحلالا، لأن كلا طرفي قصد الأمور ذميم. من أهم ما ينبغي على رب الأسرة كآباء وأمهات أن يتعلموا كيف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأطفال، لأن هديه صلى الله عليه وسلم كله خير، والخير كله في هديه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم نموذجا رائعا في التعامل مع الأولاد بنينا وبناتا، وفي إشباع حاجاتهم النفسية والعاطفية والذهنية والفكرية والروحية وغيرها. فينبغي علينا كآباء وأمهات أن نتعلم من هذا الدين العظيم ومن هذا النبي الكريم عليه أزكى صلاة وتسليم كيفية التعامل مع الأولاد والبنات، خاصة في زمن كزماننا هذا الذي أصبح فيه العالم كالقرية الصغيرة. وبالتالي لا يصح أن تقول الأم أو يقول الأب بأنني تعلمت أو تربيت على هذه الطريقة أو على هذا الأسلوب من أبي، والحمد لله أنا رجل أو امرأة ناضجة. الأسلوب يجب أن يكون نبويا كريما صحيحا، يجب أن يكون صحيحا من إشباع الحب، من الاحترام، من التقدير، من الرعاية، من القرب، من تعزيز الثقة في النفس، من جعل العلاقة علاقة أخوة وصداقة بينك وبين أبنائك وبناتك، لكي إذا رأوا أمرا يخالف ما تربوا عليه عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا يفصحوه لك بكل أمان وبكل راحة وصراحة، يجدونك قريبا ويجدونك أقرب إلى أنفسهم. وبالتالي نستطيع أن نعالج المسائل قبل أن تتفاقم، وندركها قبل أن تتعاظم. وأهم ما ينبغي علينا في هذا الجانب الذي تكلمت فيه هو الجانب النفسي، أن نشبع هذه الجوانب، جانب الحب، جانب الاحترام، جانب التقدير، جانب القبول، لأنها كلها حاجات نفسية رئيسة يحتاجها كل إنسان. متى ما فقدت هذه الحاجات وإشباعها إشباعا صحيحا، ربما وسوس الشيطان للابن أو البنت إلى أن يذهب إلى جهة أخرى تشبع تلك الحاجة أو تغذي ذلك الاحتياج، وهنا سلبه بأن وضع الحبل في عنقه وجره إليه لكي يغذيه ما يريد من انحراف، من إفراط أو تفريط أو غلاء أو غلو أو جفاء. فيجب علينا أن نقوم بهذا الواجب، ونعلم أننا مؤاخذون ومسؤولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن هذا ليس من النافلة وإلا ولا من فضائل الأعمال، بل هو من أوجب الأعمال ومن أفضلها، ويجب علينا أن نقدمها لأبنائنا وبناتنا وبحب ورحمة ورفق وشفقة ولطف. شكرا لك دكتور محمد. في سؤال موجه للدكتور يوسف. دكتور يوسف، نسمع حاليا كثير من المرجفين يتحدثون عن اقتصاد الوطن بطريقة سلبية، هل يمكن لسعادتكم إعطائنا لمحة لما تتمتع به السعودية من ثبات اقتصادي؟ ما في شك أن اقتصاد المملكة العربية السعودية اقتصاد متين، وهذه المتانة تستمد طبعا من عدة أمور، منها أن المملكة العربية السعودية فيها أكبر منتج للنفط في العالم بمعدل 10 ملايين برميل يوميا، ونحن أكبر مخزون، فلو تعطل هذا المخزون أو ضعف لتعطلت الحضارة، لتوقفت الحضارة. وأكبر دليل، انظروا إلى ماذا حدث مثلا في الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط والغاز، وكيف عاد هذا العالم ويعلم أن المملكة العربية السعودية هي من يمد العالم بالطاقة. فإذا ناهيك طبعا عن ثروات المعادن، وشركة معادن عندنا ماثلة أمامنا سواء في الفوسفات، نحن مخزون كبير هائل من الفوسفات في شمال الجزيرة العربية وفي منطقة حزم الجلاميد. ناهيك أيضا إذا نحن نتمتع بموقع جغرافي يحاط بممرات
يعني مائية دولية وموانئ نشطة، وأيضا نحن أيضا في المملكة العربية السعودية ليس مواردنا بل أيضا لدينا التجارة المتينة والصادرات والاقتصاد والقطاع الخاص السعودي النشط بأكثر من 5000 مصنع. نحن نتمتع أيضا بثروات كبيرة جدا في احتياطاتنا من الذهب وثبات واستقرار العملة السعودية. أنتم ترون كيف تتآكل العملات من حولنا، وأحيانا تتضاعف 300 و400 و500%، ولكن ظلت المملكة العربية السعودية اقتصاد ثبات الريال أمام الدولار واستقراره يعبر عن هذا الاستقرار. معدلات أيضا التضخم تحت السيطرة، يعني كانت في معدلات بحدود 3%، لا شك أنها ارتفعت أخيرا 5%، ولكنها ستعود إلى، ولكن تظل أيضا مؤشرات تضخم. عندك معدلات البطالة قياسا بمعدلات البطالة في بقية أنحاء العالم يظل النسب قابلة للسيطرة في حدود 10%، وهناك خطط طموحة في تخفيض هذا الرقم، ولكن يظل أن المجتمع مجتمع حيوي ونشيط منتج. عندنا طاقة الشباب، هذه الروح المتحفزة، عندنا هذا العقل السعودي الآمن الاستقرار السياسي أيضا له أثر على الصعيد الاقتصادي. لم نخوض معارك كبرى، سواء خضنا معركة اليمن دفاعا ووقاية وانسحبنا، واليمنيون الآن نحن نرعى الحكومة الشرعية، بالتالي ليس لدينا تورط الحمد لله في أي، فبالتالي الاقتصاد السعودي اقتصاد متين على الصعيد الطويل، والتصنيف المؤسسات الدولية أيضا يؤكد هذا التصنيف. فإذا لا خوف على الاقتصاد السعودي ولا خوف على التنمية السعودية، بل الشركات العالمية الآن بدأت تهاجر إلى المملكة العربية السعودية ويتمنون دخول السوق السعودي، هذا أكبر مؤشر على جاذبية الاستثمار. شكرا دكتور يوسف. في سؤال موجه أيضا لك ونختم بإذن الله، كيف نساعد الشباب للانغماس في الرؤية والانشغال في أمور فاعلة لوطنهم لحمايتهم فكريا؟ انخراط بالرؤية، شوف الرؤية متعددة الانخراط، نحن نشوف توجهات الرؤية، نحن نبني مسارنا المهني ومسارنا الوظيفي وفق سياقات الرؤية وتطلعاتها، هذا هو الانخراط الحقيقي. أنت الآن علينا ألا نتخرج في تخصصات لا تحتاجها الرؤية، هذا أول شيء. اثنين، أن تكون مواطنا منتجا، ترى العالم تغير، ما عاد فيه، ترى التحديات كبرى، ترى السعودية الآن هناك سعودية جديدة، سعودية فيها تنافسية كبيرة وتنافسية باتجاه المهارات، وبالتالي وزيادة عدد السكان، نحن في الآن وصلنا إلى 33 مليون في 2040، سنصل إلى 40 مليون، يعني التحديات كبرى. كيف ننخرط؟ بالمثابرة، بالجدية، بالالتزام. الآن كيف ننخرط بالرؤية؟ في إن حنا ننخرط بمشاريعها، في إن حنا أيضا ندافع عنها، نفهم بشكل عميق هذه الرؤية، وهذه الرؤية ترى محاربة، قطعا هي محاربة، أما محاربة بالحسد أو محاربة لإسقاط هذا المشروع، وهو مشروع الوطن الذي سوف ينتشلنا إلى المستقبل. نحن بهذه الرؤية سوف نقفز قفزا، لن ننمو نموا بل سنقفز قفزا. هذا القفز لابد نحتاج نحن إلى كل تضافر تلك الجهود. وجهتي للطلاب أعزائي الطلاب أن المملكة تغيرت، ترى والله الآن عليك بالشهادات المهنية، عليك تعلم اللغة، عليك الوعي، عليك أن تحسن نفسك بهذه القراءة، الاستقامة هذا مهم جدا، ما عاد هناك فرصة، والله إذا فاسك القطار ما عاد، تعدد الفرص غابت والفرص ستضاعل، وانت امام تحدي كبير. لن انا اعتقد قطار الرؤيه هو من سينخرط فيه، ونحن نرى الان شباب انخرطوا في قطار الرؤيه، في قطار الرؤيه، سواء الذين يعملون في الهيئات وجالسين نشوفهم كيف يكبرون، وانا اقابلهم حقيقه في اجتماعات كثيره، واشوف هذا يعني هذه الحافزيه، هذه الدافعيه، مقبلين على الحياه، مقبلين على العمران في ظل الاستقامة، يحمي الإنسان فيها نفسه وأيضا يهتم بمن حوله، وأيضا تلك المشاركة المتطوعية. يعني عندنا مركز وارف في العنود، يعني لديه أكثر من 300 ألف ساعة تطوعية، حقيقة مؤشر كبير على أن عليك أن تنخرط، ستجد مكانا لك في هذه الرؤية، وعليك أن تفكر بالنمو، لا تفكر بالمال،
فكر بالنمو، عزز نفسك بالمهارات، عزز نفسك بالقدرات، عزز نفسك بالتعليم الموازي. ترى الكلية والجامعة لا تكفي بأن تصنع منك مواطنا ينخرط في الرؤية، لا، عليك أن تبذل مجهودا خاصا ذاتيا، وذاك المجهود أيضا يبدأ من الذات. النفس الحشة المنزوية الخائفة المترددة ترى لن تصمد، عليكم ما يسمى بالصلابة النفسية. ترى هذه الصلابة النفسية عليك أن تواجه الحياة، وكلما واجهت الحياة بمثابرة وإقبال أنا أعتقد أنك سوف تنخرط تلقائيا. وحاكي مشاريع الرؤية، حاكي مشاريع الرؤية، تتبع أخبارها سيما في محيطك القريب، لأن دائما يعطون أولوية لسكان المنطقة في كل مكان بما في ذلك ينبع ومناطقها المحيطة بها. شكرا دكتور يوسف. الآن سؤال موجه للدكتور محمد. نعاني من كثرة المصادر والتي أغلبها يكون غير موثوق، هل لديكم توجيهات معينة بخصوص اختيار مصادر المعلومات بشكل عام؟ أكرر شكري مرة أخرى للسائل لأهمية السؤال. ذكرت أكثر من مقولة لأحد العلماء السلف في أن هذا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والملك عبد الله رحمه الله رحمة واسعة منع الفتوى إلا لمن رخص له بالفتوى، لما علم رحمه الله من دخول هذا الباب ممن لا يستحق. والله عز وجل عندما قال مرشدا للسائل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل العلم. فالسائل يجب عليه أن يأخذ الفتوى المعلومة من مصدرها الصحيح الموثوق، ليس من مواقع التواصل الاجتماعي أو يدخل في جوجل ويكتب ثم يأخذ من أي موقع كان، سواء كان هذا الموقع، لأنه لا يعرف. كثير من الناس وإن ادعى أنه يعرف، الحقيقة أننا نفاجأ بأن بعضهم وقع على موقع منحرف أو ضال أو لديه ميولات إرهابية، بل ربما وقع بعض شبابنا وفتاتنا في مصدر إرهابي خالص وأخذوا منهم معلومات، وهذه هي الجناية. فعليك أن تأخذ العلم من أهله، والحمد لله نحن في هذا البلد لدينا هيئة كبار العلماء، ولدينا اللجنة الدائمة للإفتاء، ولدينا العلماء الموثوقون ولله الحمد المنة. وسؤالهم ممكن أن يكون عبر تطبيق اللجنة الدائمة، يمكن يكون عبر إرسال الرسائل في موقعهم. يعني الوصول المعلومة يجب ألا نتساهل فيه. إذا أراد أحدنا أن يشتري سلعة سأل هنا وهناك ومر مرتين وسأل مختصا وسأل مجربا وسأل الكثير والكثير من أجل أن يحصل على المعلومة الصحيحة، فما بالكم بالدين الذي هو أساس الحياة وهو سعادة الدنيا والآخرة. فيجب على المرء أن يتقي الله عز وجل وأن يأخذ المعلومة من مصدرها الصحيح الذي يثق به ثقة تامة بأن هذا المصدر صحيح. وهنا تنبيه لعلي أختم به، وهو أن العلماء الربانيين كالإمام بن عثيمين رحمه الله كان يقول لطلابه سلوني ما الدليل، يعني حتى إذا وجدنا مصدرا من مفتي مرخص أو عالم مرخص ومعروف ومزكى وموثوق، حتى لو أخذنا لنقل ما الدليل يا فضيلة الشيخ، ما الدليل؟ لأن هذا دين، هذا ليس هو نقل آراء شخصية. بل تميزت السلفية عن غيرها من المدارس الأخرى بأن الطالب والسائل والمتلقي يتلقى العلم ويأخذ المعلومة مقرونة بدليلها، ويستأنس العالم والمفتي والعالم وطالب العلم والواعظ والمعلم، يستأنس ويفرح فرحا شديدا إذا قال له السائل ما الدليل، لأنه يخرج من عهدة نفسه إلى عهدة الدليل،
فاسأل ما الدليل ولا تخجل، لا خجل في الموضوع، بل هذا من حقك أن تعرف الدليل وأن تعرف المصدر. إني أحذر وكرر يا جماعة، يا أبنائي، يا بناتي، يا إخواني، يا أخواتي، لا تأخذون العلم إلا من أهله، واتقوا الله عز وجل، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وفقني الله وإياكم للوقوف على العلم الصحيح وأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة. شكرا دكتور محمد. في الختام في سؤال دكتور يوسف الحزيم والدكتور محمد العلي، هل يمكن أن نأخذ وعد من سعادتكم بترتيب لقاء معنا كطلاب مستقبلا نستفيد من طرحكم الفكري، شاكرين ومقدرين لشخصكم الكريم؟ الموجه للدكتور محمد والدكتور يوسف، نحتاج وعد منكم أن نستضيفكم بيوم بعث صناعية بإذن الله. أما أنا فشرف لي أن أكون بين أبنائي وبناتي وطلاب وطالباتي وإخواني وأخواتي، شرف لي. أنا أشكركم على منحي هذا الشرف، وأتكلم باسم الدكتور يوسف وسيؤكد هذه المعلومة، وهو يشاطرني هذا الرأي وربما زاده عطرا وعبيرا كعادته. فأنا حقيقة أسعد سعادة غامرة لا حدود لها أن أسمع منكم وأن أتحدث إليكم وأن أستمع منكم يعني نتعاون جميعا في تحصيل المعلومة الصحيحة وتحقيق الأمن العقدي والنفسي والفكري. نحن طال عمرك في ظل معاليكم أبدا اللي تامر فيه، الله يحييك أنا وإياك، الله يحييك. شكرا دكتور يوسف، شكرا دكتور محمد، شكرا للحضور، ونلتقي بكم بإذن الله ملتقى الأمن الفكري الثاني بمشيئة الله تعالى، بحضور شخصيات مهتمة بهذا المجال بإذن الله. شكرا لزملائي في التعليم الإلكتروني، شكرا وكالة شؤون الطلاب، شكرا مدير خدمات الطلاب، شكرا مشرف التوجيه والإرشاد لإعطائنا هذه الفرصة للالتقاء بالشخصيات الدكتور يوسف والدكتور محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.